سلام للجميع. بالنسبة لي كثير عم يسألوا عن مشروع هارب ونظرية المؤامرة والزلزال المفتعل وما بعرف كثير أشياء بتصير تتحدث فيها العامة. هذه المواضيع حتى لو كانت صحيحة، كل من يتناقل هذه الأحاديث يبث أمواجا من السلبية لا تحصى، ويتراكم بالأثير الجمعي والفضاء الجمعي أحقاد وبرامج خوف وحزن وقلق وهم على المستقبل. هذا الخوف من المستقبل يولد خوف أكثر. يعني لإيش بدنا نوصل لما ننشر هذا النوع من الأفكار؟ لما ننشر هذا النوع من الأفكار إنه عبارة عن مؤامرة وخلقت هاي الأحداث وخلقت هذا الزلزال وصار اللي صار، نحن بنكون عم نساهم بسلبية كثير كبيرة ببث هذا الفكر اللي يبث سلبيا. يعني ايش بتقدروا تعملوا لما عم بتوعونا على اساس من 10 و20 سنة لمشروع هارب؟ لهذا بايد الناس اللي عم تتحدث. مجرد ما اصبحنا ابواق نردد صدى نظرية المؤامرة، هذا يعني اننا قبلنا وجود قطب سلبي يتحكم بالبشرية، وكأننا نتعبد لما دون الاله، وهذا يعبر عن جهل، ولا يقصد بالجهل حكم أو تقييم على الآخرين بقدر ما أنه يقصد في غلبة النظرة الخارجية علينا وعدم نمو بالشخصية الداخلية. هذا الجهل الذي نعيشه بواقعنا اليومي، وكلنا تحت وطأة الجهل، أي هذا الوعي الحسي الجسدي، بيخلينا نضع مركزيات دون إلهية، وكأن الإرادة الإلهية غير موجودة بهي الأحداث. لا أنفي ولا أثبت وجود مؤامرات على دول كثيرة. بعدين اللي بده يعمل زلزال ما هو مزلزل الهندسة الغذائية والفيروسات والأفكار ووسائل التعليمية أصلا، والبرامج والمحطات والبث الإعلامي وأخبار السوء. منفوس مبرمجة باللاوعي، مزلزل النفوس. هل تحتاج لإيمان من شعب ما وكأنه هالشعب هذا وكأنه أصبح مميز، يعني كل الناس تتآمر عليه؟ ما هذه الأنا المتضخمة. خلينا نوعى لموضوع كلنا بعالم الجهل، وما في ولا واحد بيقدر أنه يؤذي آخر إلا بقدر إلهي دقيق بناء على ما بداخلنا. ما بصيبنا أي شيء إلا من خلال ما هو موجود بنفوسنا. إذا استمرينا بهذا البث الإعلامي المسيس باللاوعي، ومنهم من يسيسه بالوعي وينشر هاي البرامج الترهيبية والتخويفية، عم بيساهم بشكل سلبي. خلص اللي غلط بهذا النقل يعترف بينه وبين نفسه ويوقف الموضوع، يوقف النشر. هذا مو لصالح الناس جميعا. نحن كلنا بمركزية واعي، بمركزية تصلنا، بالمركزية الحقيقية، مركزية الروح فينا، مركزية الإلهية، وبالتالي هذا اللي بيحسن الوعي الجمعي وبيطورنا باتجاه أن نتسامى نحو أخوة الإنسانية وأبوة الله. أما أن نبقى بهذا الشكل معناها نحن نتعبد لأوثان وأصنام من جديد دون أن ندري. لازم ننتبه لهذه الفكرة بشكل كثير كبير، بغض النظر عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي هل هو صحيح أم لا. مالنا ومال هذه القضايا الخارجية مباشرة، وكأن نظرية المؤامرة دوما تنال من فئة بعينها. ليه مفكرين حالنا شيء ما؟ نحن أصحاب عقيدة ما معينة. هذه الأنا المتضخمة، الإله بذاته من خلال قدره المحكم، الآن إرادته هي الفاعلة وستفعل فعلها بزلزلة النفوس لكي تعي أصلها المقدس. إذن الغاي من حوادث الطبيعة، هذه الكوارث المنبهة، أسمى مما نتصور.
إلها غاية أن تطور بالوعي، وواضح جدا هذا التطور الرائع بالوعي اللي صار للجميع. هذا التعاون بغض النظر عن المذهب والدين والجنسية، هذا التعاون الكبير اللي صار يطلق موجة بالأثير تنقيه، فتتغير الفصول لتصير طبيعية أكثر، وبترجع بتنشأ المحاصيل، وما بداخلنا بيتغير. وأنا لاحظت ارتفاع بسوية الوعي بشكل كثير كبير، لأن طوائف بأكملها كانت حاقدة على طوائف أخرى. عندما رأينا هذا التعاون خف مقدار الحقد والتنافس السلبي. إذن الحدث جمعنا، وكأنه ما بنفهم إلا بالأحداث بهي التنبيهات. يعني ما بصير بدون أحداث ومعاناة ما كنا نفهم بالمواعظ، فجاءت إذن الحوادث اللي تنبهنا. يا رب نضلنا منبهين. سلام إلكم وسلام للجميع.